والكذب صفة المنافقين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. إذا حدث كذب، هذه صفات المنافقين. وإذا قال الشاعر: والصدق يألفه الكريم المرتجى، والكذب يألفه اللئيم الأخيب. ويقول الآخر: لا يكذب المرء إلا من مهانته، أو عادة السوء، أو من قلة الأدب. لجيفة الكلب عندي خير رائحة من كذبة المرء في جد وفي لعبي.